ليس القصد الوقت بين الأذان والإقامة، ولكن القصد الإسراع في الإقامة نفسها. مش فاهم سؤالك يعني. الإقامة يعني في بعض الدول تكتب الفرق بين أذان الفجر وإقامته نصف ساعة، بين أذان الظهر والإقامة ثلث، بين العصر والإقامة نصف إلى خمس، وكل هذا لا دليل عليه، لم يرجع إلى أحوال الناس.